أيها المواطنون الكرام، إن بناء الإنسان العماني وتكوين شخصيته المتكاملة وتعليمه وتثقيفه وصقله وتدريبه هو في مقدمة الأهداف النبيلة والغايات الجليلة التي نسعى دائماً وأبداً إلى تحقيقها من أجل توفير العيش الكريم لكل فرد على هذه الأرض الطيبة المعطاء. وكل ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية إنما هو خطوات على الدرب الطويل الذي يجب أن نقطعه معا متكاتفين متعاونين وصولا إلى الغاية الكبرى التي تتمثل في بناء مجد هذا الوطن وإعلاء رأيته. إن عام الشباب ومن قبله عام الشبيبة ما هو إلا دعوة صادقة إلى الاهتمام بالإنسان العماني الذي هو صانع الحضارة وهدف التنمية وأداة التطوير والتعمير، دعوة نابعة من القلب إلى كل المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي إلى إعطاء مزيد من العناية والرعاية إلى مختلف شرائح المجتمع وخاصة تلك الشريحة التي تجسد الأمل الواعد للأمة في مستقبل أفضل ألا وهي الشباب. يا قابوس ألف مبروك العين.
فنك يا قاموس قد مبروك العين. Yeah.
بالحيارة ونمكن الغريب بالعوك والإسعاف. الغرب والشام طبيعة والصيد والفلاحة ونفخر الأموال بالغوص والسباحة وعزمنا بالدار. فالعزم والمهارة طبيعة الكشاف. ندرس المزارع ننظم المرور وفي كل الشوارع نساعد.